ارقام تهبل. هو وميسي مش عاديين، هو وميسي ما همش نورمال، ما همش نورمال بالكل. هذم ليس من لعبيه، هذم ليس من بنو الانس، هذم لعبيه بتاع بلاي ستيشن. هذا وانا اشوف اليابانيين، والله كنت باش نحكي على الكابتن ساسوكي والكابتن ماجد والكابتن والكابتن، لكن الكابتن اللي تعلمناهم في الـ في الـ في الكرتون، وكنا نصور تلك اللقطات كرتونيه هي خيال مخرج اليابان. ولكن يا اولاد اليابان ويا احفاد هيروهيترو، نعم اليابان يعني سبقت عصرها حتى في أنها تصورت من سيوجد في ملعب الفوتبول بتلك الصور الكرتونية. رونالدو الكرتوني وميسي من ذكريات الكرتون يبدعان في الواقع ويكتبان عالم من الأحلام. اسرح بي في الخيال، اكتب معايا سيناريو أفلام، هدف من وراء هدف، صراع من وراء صراع. يقولون في الرياضة هناك صراع تاريخي كان في الدرجات في القرن العشرين.